شرفنا ويسعدنا وجود الدكتور أحمد محمد عبد الرحمن شحاتة، أستاذ التصميم البيئي والعمراني قسم العمارة الإسلامية جامعة أم القرى، وتخرج من قسم الهندسة المعمارية بجامعة اسكندرية عام 1983، وحصل على ماجستير عام 1988 والدكتوراه 1997 من قسم الهندسة المعمارية بجامعة الأزهر من خلال برنامج إشراف مشترك بين جامعة الأزهر وستركلايد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة. يعمل حاليا كأستاذ في التصميم البيئي والعمراني بقسم العمارة الإسلامية بجامعة أم القرى، حيث يقوم بالتدريس لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وعقد الدورات المتعلقة بالبيئة والتصميم بمساعدة الكمبيوتر في المناطق الحضرية والعمارة. وبالإضافة لذلك لديه خبرة جيدة في إدارة البرامج البحثية وبرامج الدراسات العليا، وكونه قد أمضى فترة كنائب مدير مركز تميز لأبحاث الحج وقائد وباللجنة الدائمة لبرامج الدراسات العليا بجامعة أم القرى، وله العديد من المساهمات كمحقق معتمد لدى العديد من الجهات البحثية والأكاديمية والعديد من المشروعات البحثية الممولة والأبحاث المحكمة والكتب المنشورة في موضوعات تتعلق بالبيئة الحضرية والعمرانية خاصة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ونشاط الحج، إضافة لتطبيقات نظم من المعلومات الجغرافية والعمارة البارامترية والمحاكاة البيئية. وفي مجال الممارسة المهنية تشارك كأستاذ استشاري كتصميم المباني العامة في تطوير العديد من مشاريع التصميم المعماري والحضري مع الكثير من المنظمات المحلية والإقليمية. وأبرز مشروعات تلك القائمة إنشاء وتفعيل المرصد الحضري لمدينة مكة المكرمة، بينما كان مسؤول عن الإشراف على إدارة التطوير والتخطيط بالمدينة المنورة بالمدينة الجامعية والمقر التابعة لجامعة أم القرى. ما شاء الله ما شاء الله دكتور، حاجة الله يكرمك يا رب، الله مبهرة. الله يكرمك، يكرمك دكتور، جزاكم الله كل خير. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يكرمك أستاذ. اتفضل يا أستاذ. هذا حبيبي الله يكرمك، أنا شكر لك التقديم ده، ربنا يجزيك ألف خير شكرا. لك. الله يسلمك حبيبي. الأول بس احنا عددنا الحمد لله ما هوش كبير قوي، فاحنا لو ممكن نعرف بس خلفية الناس اللي موجودة معانا. الباك جراوند بتاع الناس اللي موجوده معانا، بس عندي على اساس ان انا الاكزامبلز وكده ابقى انا عارف مين حي، يعني ايه الامثله اللي ممكن نطرحها. يعني تمام. طب كل واحد عارف نفسه. باشمهندس بسمة، بسمة فراج أول واحدة دخلت معانا، اتفضلي. باشمهندس بسمة، مهندس حاتم، باشمهندس محمد، أي حد من الموجودين؟ السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته، أهلا وسهلا. طبعا دكتور أحمد أستاذي منذ القدم، يا أنا أهلا محمد بك يا الحارثي حبيبي، معيد في قسم العمارة الإسلامية، يا أهلا وسهلا، ويشرفني تواجدي معك. وأنا الشرف يعني موجود الآن، هل من معينك يعني؟ الله عفو سيد، الله يسلمك يا رب، الله يعطيك العافية. السلام عليكم، انا اسمي عمر سليم، متخصص في نمذجة المباني، فالشغل بتاعي بيبقى على المبنى، بس في الفترة الحالية بحاول ان انا ابدا اتعلم الجي اي اس واخرج بقى للمنطقة الاوسع وكده، فمهتم جدا بالموضوع ان شاء الله. ممتاز ممتاز، ربنا يكرمك يا رب، الف شكر. الله ينفع بيك وبعلمك يا رب. طيب خلينا يعني انا اقصد انه يعني انا مش هروح للحاجات التخطيط قوي، هخليني في الجزء بتاع الاربن شويه، يعني مش هروح بعيد يعني عن المباني وعناصرها وكده. لو بس ممكن اعمل شير، باشمهندس عمر ممكن بس اسمح لي بالشير، اعمل شير سكرين. دكتور انت حضرتك لك ان انت تعمل شير، حضرتك كوست، فهتلاقي زر تحت اسمه شير سكرين. ايوه تمام ممتاز. طيب
احنا النهارده بس هناخد جزء نظري كده في الاول بسيط عن الـ عن الاول. هنقدم كده باختصار الدوره والهدف منها ومفترض ان احنا هنوصل لايه باذن الله، وبعدين نعرف كده بسرعه ايه هو الجاس، وبعدين كل الكلام بتاعنا هيبقى من خلال الابلكيشنز نعملها مع بعض ان شاء الله. في البدايه يعني هنعرف الدوره ومتطلبات حضورها ايه واهدافها ايه. الدوره هنتكلم فيها عن الجايس او نظم المعلومات الجغرافيه، وهو حاجه مشابهه للبيم. يعني لو احنا عندنا خلفيه شويه عن البيم هنقدر نعرف ان الموضوع ايه، ان هو مجرد داتابيز وبتتربط بعناصر وحاجات مكانيه يعني. من خلال الدوره دي احنا هنقدر نوصل ان احنا ننشئ داتابيز، او يعني الهدف واحد من اهدافنا يعني ان احنا نقدر نعمل بيانات بانواعها كلها، ندخلها ونشبكها مع بعض او ندمجها مع بعضها في قاعده بيانات، وان احنا نخرج بعض النتائج منها. التحليل واخراج يعني عمل دراسات متقدمه شويه في الداتا ديت ممكن يبقى موضوع دوره ثانيه ان شاء الله. احنا محتاجين ان انت حضرتك تبقى عندك فكره عن اكسل، فكره مش قويه يعني، فكره بسيطه، واكسس نفس الحكايه، اوتوكاد 2D مش محتاجين حاجه ازود من كده يعني، و محتاجين على اجهزتنا يبقى في عندنا مايكروسوفت اوفيس او اكسل يعني واكسس وجوجل ايرث وارك جي اي اس 10.3 او 10.5 يعني 10.4 10.5 واي نسخه اوتوكاد. دي تقريبا الايه البرامج اللي انت حضرتك محتاجها على جهازك عشان تقدر تتابع معايا نعمل التمارين مع بعض يعني. النهارده مش لازم، بس انا يعني هبعت لك العرض ده، وفي رابط تقدر تنزل منه الجي اس والجوجل ايرث لو تحب يعني. انت اولا ممكن تنزل نسخه مدتها تقريبا 3 شهور، نسخه تجريبيه يعني، او نسخه يعني هبعت لك انا رابط كده تحاول تنزل منها يعني. زي ما قلنا الدوره لها مجموعه اهداف. اول حاجه ان احنا نقدر نعرف ايه البيانات الوصفيه والبيانات المكانيه وازاي نقدر نعدلهم، ازاي نعمل قواعد بيانات وايه الاسس بتاعتها، وازاي نربط البيانات دي مع بعضها سواء بيانات وصفيه او بيانات مكانيه، وازاي ننتج خرائط باشكال مختلفه ومقاييس مختلفه، وازاي نربط المقاييس المختلفه بتاعتها. وإذا الوقت سعفنا نقدر نتكلم على الـ 3D. هو الحقيقة البرنامج ما هوش يعني متعمق في الـ 3D قوي، اللي هو احنا نتكلم على دلوقتي على واحد من البرامج اللي هو الاركيماب. في حزم من البرامج اللي بتتكلم على الجي اس، وفي برامج متخصصة بقى في الـ 3D، لكن الحقيقة في موضوع التحليل وكده الـ 3D في الجي اس ما هوش يعني ايه، يعني ما تقدرش تعمل تحليل في 3D متعمق ما لم يكون باستثناء مثلا التوبوغرافي، تقدر تحلل الميول بتاع التوبوغرافي ومجاري السيول والمياه والحاجات ديت. لو انت حضرتك عايز تعمل لو بتبني يعني في منطقه فيها توبوغرافي او توبوغرافيا متنوعه فتقدر تعمل التحليل ده، انما على سكيل المباني واستعمالاتها وكده يعني ايه، هي مجرد فيجواليزيشن حتى الان يعني. وازاي برضه هنشوف ازاي نقدر نعمل خرائط تفاعليه انها تبقى انتر اكتف وتستعرض الداتا مكانيا، يعني تعرض الخريطه وعايز تعرف معلومه عن مكان تقدر تضغط عليه المكان ده يبتدي يعرض لك الداتا، سواء الداتا دي داتا وصفيه او صور او فيديوز او اي شيء من هذا القبيل يعني. دي تقريبا الحاجات اللي احنا هنحاول ان احنا نحققها مع بعض يعني. التدريب هيكون من خلال محاضرات جزئيه يعني، هنشرح جزئيه ونطبقها مع بعض، وتطبيق يعني هيبقى امبيدد في الموضوع يعني، ما هوش
يعني مش موضوع ان هنعمل فيديو وحضرتك تتفرج عليه على مهلك، يعني احنا بنطبق تطبق معانا في اثناء الممارسه ان شاء الله. كمان بعض الحاجات هنحاول نخلي فيها زي اكسرسايز كده، ممكن حضرتك من اسبوع لاسبوع عشان الموضوع ما يخلصش يعني بيننا. احنا هناخد لقاءين كل اسبوع، فاحنا يبقى فيه بين الاسبوع والاسبوع في حاجه الواحد ايه يمرن نفسه فيها قبل اللقاء التالي عشان تذكره للصاير. يعني النهارده اول سيشن يعني هنتكلم فيه على البيانات وبالذات المكانيه، وازاي ايه هي البيانات المكانيه وازاي نقدر نعدها. يعني المره الجايه ان شاء الله هتكلم على البيانات الوصفيه، والخطوه الثانيه يعني كلام بيانات وصفيه وازاي ان ايه نقدر برضه نجهزها. وبعدين ازاي بقى نجهز قاعده بيانات جغرافيه يعني فيها حدود ومكان واحداثيات وكده، وندرج فيها البيانات بتاعتنا، وايه البريكوشنز او الـ الحاجات اللي احنا محتاجين ان احنا نراعيها واحنا بنتعامل مع الفايلات بتاعتنا وملفاتنا، وازاي نشبكها في قاعده البيانات، وامتى ندخلها جوه قاعده البيانات، وامتى نعمل لها كول او نستدعى من خارج من ملفات ايه خارجيه. وبعدين الجزء الاخير اللي هو ايه انتاج الخرائط وعرض البيانات واستعراضها بطرق مختلفه. لو حد عنده مقترح على الخطه دي بتاعه الدوره انا محتاج اسمعه دلوقتي عشان نبتدي نتكلم عليه في ناخد فيه يعني المره الجايه. اهلا وسهلا، اتفضل. اخو ايوه هندسه طيب نبدا ال نبدا البرزنتيشن بتاعنا الاولاني اللي هو التعريفي اللي هنتعرف من خلاله على ايه هي قواعد البيانات. وايه هو نظام المعلومات الجغرافي؟ نظام المعلومات الجغرافي هو عباره عن نظام تسجيل وتخزين وفحص ودمج ومعالجه وتحليل واستعراض البيانات الوصفية المربوطة مكانيا على سطح الأرض. يعني إيه الكلام بقى ده؟ يعني أنا عندي معلومات، مثلا نفترض يعني عندي مبنى ارتفاعه 6 أدوار، الدور الأرضي فيه محلات تجارية، تمام، والدور الأول فيه مكاتب وبقية الأدوار سكنية، فكل واحدة من دول معلومة، فأنا بحاول أخزن المعلومات دي في إيه؟ في تيبل أو في جدول زي ما هنشوف بعد شوية. المعلومات دي لما احطها بقى مع الرسمه بتاعت المبنى نفسه اقدر ادمجهم مع بعض، ويبقى الخريطه او المخطط بتاع المبنى ده مرتبط بالايه؟ بالمعلومات بتاعته اللي انا سجلتها. طيب الخطوه اللي بعد دي ان انا اعمل لها معالجه. يعني ايه المعالجه؟ يعني اقول مثلا البني اللي فيها اللي ارتفاعها ازود من 6 أدوار والدور الارضي فيها تجاري، انا عايز اميزهم مثلا بلون او اعمل لهم خريطه لحالهم لوحدهم. يعني او المباني اللي تقع على شارع عرضه 30 متر، او المباني اللي تبعد مثلا اللي فيها محلات، مثلا نفترض مثلا صيدليات، فنقول ايه كل الصيدليات يبقى لها بفر زون او كده 300 متر. فلو انا كل صيدليه عملت دايره كده حواليها 300 متر، واشوف اقدر اطلع اميز الصيدليات اللي هي متداخله مثلا، او احدد المناطق اللي فيها عجز في الصيدليات، او فكل ده بنسميه ايه؟ معالجه وتحليل البيانات. ان انا اخرج بقى المعلومه دي في صوره جدول او في صوره رسم بياني او صوره خريطه، هو ده بقى العرض الايه؟ البيانات الوصفيه بشكل او باخر، او استعرضها. دي تقريبا كده الايه المهام الاساسيه بتاعت المعلومات الجغرافيه. وليه هي مربوطه مكانيا؟ مربوطه مكانيا لان انا ايه اقدر احلل المعلومه
المكانيه والوصفيه مع بعض الاثنين، لان هم صاروا في ايه في وعاء واحد. الجهاز هو عباره عن مجموعه من العناصر. العنصر الاول اللي هم ايه اللي هو الهاردوير. الهاردوير اين كانت ايه مواصفاته؟ هو طبعا عاده يعني نظم المعلومات الجغرافيه كل يبقى لها قيمه كل ما الداتا اللي فيها كانت اكبر، وبالتالي انه ان انا اشتغل بالجي اس على سكيل فردي شيء مرهق شويه. يعني الشيء والغالب انه الجهات والمؤسسات بتستخدم نظم المعلومات الجغرافيه. كل ما المؤسسه عدد مستخدمينها زاد، كل ما انا محتاج ان انا بدل ما انا بستعملها على كمبيوتر واحد بستعملها على شبكه. لو انا المستخدمين بتوعي خارج المبنى بتاع المؤسسه دي، فبضطر ان انا اشتغل بحاجه اسمها انتربرايز او جي اس بتاع المستخدمين عبر الانترنت. لو انا الناس بيدخلوا يدرجوا بيانات ميدانيه، فانا بعمل حاجه اسمها ايه ويب جي اس او ويب بيست جي اس، ان انا البيانات اللي انا بستعملها ممكن يعمل ادراج ليها ناس من الموقع باجهزه تابلتس او اجهزه موبايلز او هكذا. فالهاردوير نفسه متعدد الايه متعدد المستويات يعني حسب طبيعه الاستخدام. يعني اديك مثال مثلا لتجربه انا شاركت فيها. كان في مكه الله يعمرها ويحفظكم جميعا، كان في انتشر فتره كده من حوالي 5-6 سنوات مرض اسمه حمى الضنك. حمى الضنك ده مرض معروف في اندونيسيا وماليزيا وجنوب شرق اسيا المناطق الممطره يعني، وهو بيتنقل بالبعوض او في نوع معين من البعوض بيتنقل من خلال، وهو المرض ظهر اتنقل مع الحجاج كده وظهر يعني انتشر في مكه. ف وزاره الصحه مع الامانه عملوا غرفه عمليات مشتركه اساسها الجي اس، بحيث انه وزاره الصحه كان بيجيها الحالات المرضى فيبتدوا يسالوا المريض عن الاماكن اللي كان فيها خلال فتره الحضانه بتاع المرض، يعني اخر اسبوع مثلا او اخر 4 ايام وحاجه زي كده، ويبتدوا يدوا الاماكن دي بياناتها للامانه. فكانوا يدخلوا البيانات دي من عندهم على منظومه الجي اس، وبعدين فرق من الامانه تنزل تعمل زي تفتيش كده في دايره قطرها مثلا 250 متر او حاجه زي كده عن مصادر التكاثر اللي هو عاده البعوض ده بيتكسر في الميه الحلوه. فكانوا ينزلوا يكشفوا على المصادر دي وياخدوا سامبلز وبتاع ويدوها المعمل للاداره الصحيه بتاعت الامانه يحللوا السامبلز، ولما يلاقوا في سامبل منهم انها يعني فيها كونتامينيتد او ملوثه بيحددوا ده برضو على الايه؟ على الجهاز، وبناء عليه بتطبع خرائط لفرق مكافحه تنزل بقى تخلص من الميه الملوثه ويجددوها ويعقموا المكان ويطهروه عشان يحصل ايه؟ يحصل ان احنا يبقى احنا قللنا انتشار المرض في المكان اللي هو ظهر فيه ده. فمنظومه الجي اس بيشتغل كان فيها ناس من الميدان واشتغل بيها ناس برضو في الميدان، فالناس اللي في الميدان كانوا بيطبعوا خرائط يشتغلوا عليها بالمواقع والاماكن وكده، وكان السيستم مبرمج انه محسوب بقى يعني حجم الفرقه كام اللي تنزل تعمل مكافحه او تنزل تعمل فحص، وتقدر تفحص كم مساحه قد ايه في اليوم، وتوزع الخرائط او توزع النطاقات العمل على الفرق آليا من خلال منظومه المعلومات الجغرافيه. وبالنسبه لمتخذ القرارات كان بيطلع برضو اوتوماتيك على مستوى المدينه كلها، كل حي عدد الحالات عدد المناطق اللي تم فحصها عدد المناطق اللي تم معالجتها، يعني ايه زي داشبورد او لوحه تحكم كامله لمتخذ القرار عشان يقدر يعرف الايه
يوجه المصادر بتاعته او الريسورسز بتاعته في اي اتجاه وفي اي حي من الاحياء يعني. ده مثال بسيط كده انه ان احنا ممكن الهاردوير ممكن يبقى لابتوب صغير وممكن يبقى نتورك كامله بتابلتس لينكد عليها بقاعده بيانات بهارد ديسك كونكتد للانترنت وهكذا يعني. الحاجه الثانيه بقى اللي هو السوفت وير، في الحقيقه في برامج كتير قوي بتشتغل في الجي اس، في بعضها مجاني واوبن سورس يعني ممكن حضرتك تاخده تعمل فيه موديفيكيشنز حسب احتياجاتك، وفي منها مدفوع اللي هو يسموه الاندستري ستاندر اللي هو الاركماب. الاركماب ده هو ظهر تقريبا في السبعينات وكان تم تطويره في جامعه ميتشيغان على ما اتذكر يعني، وبعد كده اسسوا له شركه، والشركه دي يعني عارف الجامعات دايما لما عندهم يبقى بروجكت وكده وناجح ولا حاجه زي كده بيبتدوا ايه يحولوه لتجاري يعني، انه حجم الناس اللي طلب عليه وتستفاد بيه كبير، وبالتالي ظهرت شركه ازري على مستوى العالم، واحده من الشركات الكبيره بتتعامل دايما مع المؤسسات يعني. لكن في يعني في انماط مختلفه وانواع كتير جدا من الـ من الجي اس، لكن الجي اس نفسه تقدر حضرتك تقدر باستخدام لغه البايثون لو انت عندك فكره او باك جراوند عن البروجرامنج، الفيجوال بيزك او البايثون تقدر تعمل كودينج، تقدر تعمل اتمته او العمليات اللي هي بتجري بشكل الي يعني، تقدر تخليها تتم في وقت قصير يعني. الحاجة التالتة ودي الحاجة مهمة قوي بقى اللي هي الداتا. الداتا يعني عندنا دلوقتي بنتكلم على عدة أنواع من الداتا بقى. عندنا الفيكتور داتا اللي هي الخرائط أوتوكاد أو جي اس، حتى أنت ممكن ترسم جوه جي اس دي بنسميها فيكتور، لأنها إحنا ما أعرفش أنتوا عندكم فكرة عن الراستر والفيكتور. الفيكتور اللي هو أو اتجاهه باللغة العربية اللي هي العناصر مخزن بياناتها كعناصر يعني الدائره انا بخزن نص قطرها واحداثيات المركز بتاعها، القوس بخزن مركزه ونقطه البدايه ونقطه النهايه او الزاويه بتاعه القوس واتجاهه وهكذا يعني. وبعدين في النوع الثالث اللي هو الايمج داتا. الايمج داتا حقيقه الصور في الجي اس في نوعين من الصور، في صور اللي هي ثنائيه الابعاد ودي احنا بنتعامل معاها على انها يعني صوره يعني زي الفوتوشوب كده وزي بقيه البرامج اللي احنا بنتعامل معاها، وفي صور ثانيه ثلاثيه الابعاد. الصور ثلاثيه الابعاد دي غاليه مكلفه وغالبا يعني مش متاحه غير للجهات يعني، انك انت كفرد صعب ان انت تحصل عليها، هي تباع يعني بس غاليه يعني، غاليه وحجم الفايل بتاعها كبير يعني، انا بتكلم مثلا اعتقد هي بتباع كيلو كيلو يعني، المساحه كيلو كيلو ممكن حجمها يبقى حوالي مثلا 4 جيجا بايت ولا حاجه زي كده يعني، لانه بيبقى فيها بالاضافه لبيانات الايمج اولا الساتلايت ايمج بيتم التعامل معاها حسب حجم البكسل يعني، فاحنا ما اعرفش برضو انت الخلفيه بتاعت الموجودين معانا يعرف يعني ايه بكسل ولا اكيد يعني، لو معماريين او مهندسين اكيد لما عندكم فكره عن ايه هي البكسل يعني. البكسل هي اصغر وحده في الصوره اللي هي يعني تاخد تخزن فيها اللون يعني. البيكسلز دي في بعض الساتلايتس مثلا بتديك انه البيكسل في مقاسه الصوره الحقيقي لها مترين في مترين، وفي بتوصل لغايه 30 في 30 الدقه يعني. ما اعرفش بقى طبعا الحاجات العسكريه بتوصل لكام يعني، بس اكيد ادق يعني. انما دي الاستخدامات اللي هي العمرانيه والاستخدامات الزراعيه والبيئيه والكلام ده، احنا بنشتغل في حدود 60 في 60 او 30 في 30 تبقى يعني معقوله ومناسبه يعني.
الحاجه الاضافيه كمان في الصور اللي هي اللي هو قلنا الساتلايت ايمج اللي هي الراستر داتا، بالاضافه لل بالاضافه لل الارتفاعات تخزين بنخزن فيها الاحداثيات بتاع كل بيكسل الاكس والواي بتوعها على سطح الارض زي ما هنشوف ازاي دلوقتي ايه نظام الاحداثيات بتاعنا، والزد كمان اللي هو الاحداثي الراسي بتاعها. واقرب مثال لها اللي هو الجوجل ايرث، انت احيانا ممكن لما تفعل ال 3 دي في الجوجل ايرث زي ما هنشوف بعد شويه هتقدر تعمل ايه؟ تقدر تشوف التضاريس بتاع سطح الارض بشكل ثلاثي الابعاد. وده اللي بيخلي حجم الفايلز بتاع الساتلايت ايمج كبير زي ما بحكي لك كده، من كيلو كيلو تقريبا بيبقى حوالي 4 جيجا 4 جيجا وشويه يعني، يجي على دي في دي غالبا. الحاجه اللي بعد كده اللي هو الداتا البيانات الوصفيه اللي هو بنسميها الاتريبيوت داتا بقى، اللي هي اي معلومه اضافيه انت تقدر تخزنها تقدر تربطها سواء بالراستر داتا او بالفيكتور داتا. دول الثلاث كومبوننتس الاساسيين. في اثنين كومبوننتس ثانيين اضافيين اللي هم بقى مين؟ اللي هم المستخدمين والمستفيدين من الايه؟ من الـ من الـ من نظام المعلومات الجغرافي. بدءا بقى من الديسيجن ميكرز او متخذ القرارات، مرورا لما لغايه الايه؟ مدخلي البيانات اللي هم ايه؟ سواء ميدانيا او مكتبيا يعني. فكل فئات من دول، كل فئه من الفئات دي المفروض لها صلاحيات معينه ولها شاشات كمان تشوفها مختلفه عن الشاشات بتاعه بقيه الايه؟ بقيه المستويات من المستخدمين يعني. كل منظومه، كل قاعده بيانات وكل شبكه كمبيوتر بيبقى لها بروتوكولز ولها جايد لاينز للاستخدام ولها توصيف للاستخدام ولها ستاندرز خاصه بيها، وحضرتك عشان تقدر تشتغل على الشبكه دي او قاعده البيانات دي لازم يكون لك صلاحيات ولك بروتوكول يسجل لك بقى انت عملت ايه واضفت ايه وحذفت ايه والحاجات دي، عشان في النهايه يتحقق الهدف الاجمالي من المنظومه دي كلها اللي هي ايه؟ منظومه الجاس. الحقيقه الجي اس مستخدم في حاجات كتير جدا يعني. انا اتذكر انا كنت بحضر مؤتمر كده في الرياض عن نظم المعلومات الجغرافيه، وجلس جنب مني شخص، وبعدين في البريك كده بتاع السيشنز قام سالني قال لي انت حضرتك تخصصك ايه؟ قلت له انا يعني معماري وبشتغل في الاربن ديزاين وبتاع. قال لي هندسه؟ قلت له اه. قال لي ايه علاقه الهندسه بالجي اس؟ فانا استغربت يعني، فانا سالته طب وانت حضرتك تخصصك ايه؟ قال لي طب. طب وايه علاقه الطب بالجي اس؟ قال لي الجي اس ده بتاع الطب بتاع الدكاتره. قلت له ازاي؟ قال لي احنا طب المجتمع كله قايم على الجي اس والحاجات المكانيه والحاجات الوصفيه وربطها مكانيا وتحليلها مكانيا، هو ده يعني اي حد عايز يعمل دراسات في مجال طب المجتمع لازم يكون يعرف جي اس كويس يعني. فدي تلخص لنا بسرعه كده ان هم يعني البيزنس بيشتغل جي اس، الزراعه بيشتغل جي اس، الميه بيشتغل، الكهرباء، البترول، الاثار، حتى بتوع الصحافه، بتوع طبعا الميليتري والعسكريين عندهم جي اس بتاعهم اللي هو تقريبا بيبقى بعيد شويه عن اللي احنا بنستعمله ومختلف تماما عنه، وهنشوف بعض الامثله بعد شويه. وحتى الناس اللي بيشتغلوا على المصادر البيئيه بقى، الميه والماء الجوفيه والثروات المعدنيه والتربه، انواع التربه والنباتات والزراعه وانواع النباتات ومتابعتها والكلام ده، كل ده بيتم من خلال الجي اس. الحقيقه في اوفرلاب كبير بين الجي اس والاستشعار عن بعد اللي هو عمليه التصوير الجوي لصور بقى حراريه وصور لترددات موجيه من انعكاسات الارض وكده، بالاضافه طبعا للصور الايه؟ اللي هو الفوتوغرافيه. زي ما احنا كده شايفين احنا مثلا ممكن يبقى الجي اس نفسه لنفس المنطقه
عده لايرز يعني. عندنا مثلا ممكن المواصلات وطرق المواصلات، الاستعمالات بتاع الاراضي، ال استشعار عن بعد، خريطه الاستشعار عن بعد، الانشاءات، المعلومات، ممكن يبقى البوستال كود او الرمز البريدي بتاع كل منطقه. ويمكن من الحاجات الغريبه شويه انه كل واحده من الجهات كانت بتحاول انها تبقى سباقه في مكه. يعني انا بتكلم عن تجربتي من خلال عملي في مكه، يعني كانت بتحاول انها تبقى سباقه انها تعمل جي اس لنفسها وتشتغل بيه. فنتج عن كده انه بقى في نسخ متعدده من الخرائط الغير متطابقه، لكن كل واحده فيها مشبوكه ببيانات معينه تخدم الجهه اللي هي بتعملها يعني. لكنه تتصور انت انه هيئه البريد تبرعت انها عملت خريطه جي اي اس بالرموز البريديه بتاع اللي هم بيشتغلوا بيها، وزعتها مجانا على كل الجهات عشان تبقى دي الاساس بتاع كل الجهات. وده عمل طفره جيده يعني في تطابق البيانات بقى وتضافرها، وان انت تقدر تطلع يعني تحليلات اعمق واكثر واكبر من ان هي خرائط متعدده يعني. فصار انه يعني البيز بتاع منظومه الجي اس للمدينه كامله مبني على البوستر كود او الرمز البريدي اللي قامت به هيئه البريد في مكه. ده مثال كده التحليلي يعني يقرب لنا كده فكره ايه هو الجي اس ممكن يبقى مفيد في ايه. بيتكلموا انه في لندن حصل وباء كوليرا سنه 1854، هو وقتها كانش في جي اس طبعا، لكنه لو تشوف كده انه الكروسز دي اللي هي العلامات الكروس الاحمر دي مكان الحالات، توزيع الحالات في مدينه ايه لندن. تفتكر انه دي الازرق دي اللي هي الايه ابار المياه، تفتكر انهي بير اللي كان ملوث؟ اكيد بلا شك يعني البير ده هيقلي صح، اكتر بير ملوث هو ده. ممكن يكون ده وممكن يكون ده. فلو انا يعني بحط جهد على ان انا اطهر مكان من الاماكن دي، فانا محتاج ان انا كنت ايه ابدا بالبير اللي في الاوسط ده، وده كان هيعمل ايه، هيعمل طفره كبيره في الايه جيده في معالجه الحالات الكوليرا وتقليل انتشارها. ده كان مثال كده البيانات التاريخية يعني. دي البرامج الأنماط البرامج المختلفة اللي ممكن تشتغل في الجي اي اس. احنا عندنا في عندنا الجي اي اس نفسه بيبقى له ممكن لايبرز، بيبقى له اكستنشنز. ممكن في اكستنشنز بتتكلم مثلا على الترافيك، بتتعامل مع الطرق واتجاهاتها واتجاهات الحركه فيها والتقاطعات وكده، بتتيح امكانيات ان انت تقدر تعمل. اقرب حاجه ليها اللي احنا جوجل ماب اللي احنا بنستخدمه في عشان نتحرك ونعرف الاماكن بتاعتنا ونعرف اتجاهات الشوارع. فده مثال كده اللي هو الترانسبورتيشن يعني اللي هو الاكستنشن بتاع الترانسبورتيشن. كمان يعني انت لما تدخل في جوجل ماب تقول له انا عايز اسرع طريق او اقصر طريق او طريق اللي ما فيهوش اشارات او الطريق اللي هو مش ما فيهوش دفع رسوم او الطريق، فعندك الترنتيفز كتير قوي، سيناريوز هو البرنامج بيعملها وبناء عليه حدد لك المسار اللي انت هتتبعه عشان توصل من مكان لمكان. فده بيتم من خلال جي اس اكستنشن. كمان عندنا الويب ماب سيرفر اللي هو زي برضه نرجع تاني لجوجل ماب او جوجل ايرث، ده سيرفر رئيسي مركزي والناس بتدخل عليه تاخد معلومات او تضيف معلومات منه واليه. في جي اي اس ويب كلاينت اللي هو لو انا بقى عندي سوفت وير بياخد المعلومات من السيرفر ويعرضها بشكل او باخر للكلاينت. يعني على سبيل المثال مثلا احنا عندنا في كتير من امانات المدن العربيه دلوقتي حاطين خدمات من خلال جي اس،
يعني مثلا في امانه دبي حاطين ان انت مثلا لو انت في عندك صندوق قمامه قريب من بيتك مضايقك مثلا، فتقول لهم انا عايز اشيله، ولو عايز تقترح له مكان برضه تقدر تحط له ايه مكان تقترح تنقله فيه يعني. امانه جده برضه كانوا حاطين مثلا خدمه ان انت لو انت لقيت مطب وضايقك يعني، فممكن تدخل توقع على مكان المطب وهم يعرفوا مكانه يبتدوا ايه يروحوا يصلحوا الطريق فيه يعني، وهكذا يعني. في خدمات متعدده من الامانه، من الامانه الحقيقه الويب جايز في الامانات، في بعض الامانات طبعا اتطور بشكل كويس. الجي اس سيرفر بقى اللي هو يعني لو انا عندي منظومه وفي قاعده بيانات وكده وفي مدخلين من اكتر من جهه، فلازم بقى استخدم انا الايه الجي اس سيرفر بيبقى داخل المبنى. الموبايل جي اس دي ابلكيشن برضو تنزل دي كذا يعني، كل واحده من دول ده نوع من البرمجيات، في منه يعني فيندرز كتير، ففي هتلاقي شركات كتيرة بتعمل ايه نفس النوع ده من البرامج يعني. الموبايل جي اس اللي هي اجهزه الموبايل، نظم او برامج الجي اس افشال على الموبايل وتقدر تستدعي بيها بيانات وتخزن منها بيانات. ديسك الديسك توب جي اي اس اللي هو اللي احنا حضرتك اللي احنا بنستعمله على جهازنا دلوقتي، زي لو انت عندك على 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 جهازك او انا على جهازي زي ما هنشوف خلال اللقاءات بتاعتنا، ان هو ده اللي اسمه بنسميه ايه ديسك توب جي اس، والترخيص بتاعه والبيانات بتاعته كل حاجه بتبقى على نفس الايه على نفس الجهاز. النوع الثالث اللي هو سبيشال داتابيز مانجمنت سيستمز، اللي هي نظم التعامل مع قواعد البيانات المكانيه، زي مثلا البرامج اللي هي بتشتغل مثلا على مع الجي بي اس، يعني تنزل تاخد مواقع بنقاط على الجي بي اس او خريطه، او تعمل كونتورز مثلا، او تعمل ميزانيه شبكيه مثلا بالجي بي اس باجهزه او توتال ستيشن او كده، وتيجي تحولها من خلال برامج معينه عشان تقدر ايه تدخلها ضمن ايه ضمن منظومه الجي اس. دي تقريبا الايه البرمجيات، فئات البرمجات المختلفه للجي اس. تمام. البيانات المكانية هي عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن لها خصائص يعني، هي بتمثل حدود او اشكال او مسارات او مواقع، من خلال بقى ايه انها تبقى ممكن نقطة، انا ممكن اوقع مثلا محطة باص مثلا بنقطة، فخلاص انا عرفت ان هنا في محطة باص يعني، او محطة مترو او whatever يعني. او ان انا عندي شارع، فانا شارع بروح معبر عنه بمسار، تمام، او مسارين كل واحد في اتجاه، والمسار ده يبقى خط او كيرف او كده يعني. او عندي نهر حتى، او عندي برضه بحدد اتجاه جريانه والتقاء تقاطعاته والتقاءاته بالانهار بالفروع او النهر الايه الاكثر على درجه منه او الاقل بدرجه منه وهكذا. شكل حدود القطع الارضيه بنسميها بوليجونز بقى، اللي هي المضلعات يعني. كل مضلع بيعبر عن حاجه بقى يعني، ممكن انا يبقى عندي مضلع بيعبر عن مبنى، ممكن مضلع بيعبر عن مثلا حوض زهور، او حسب نوع الاستخدام اللي انا ايه اللي انا بطبق فيه المنظومه بتاعت الجي اس. طيب ال الحقيقه البيانات المكانيه بقى هي ببساطه يعني الاكس والواي، بس ده التبسيط يعني ايه مبحث شويه في يعني. انا بشتغل في الجي اس، انا ممكن ارسم اسف بشتغل في الاوتوكاد، ممكن ارسم بالماوس كده على الشاشه، او ان انا اكتب احداثيات اقول له انا عايز ارسم خط مثلا النقطه 2 و2 للنقطه مثلا 5 و18 مثلا، فانا اديته الاحداث الاكس والواي بتاع النقطه الاولى، والاكس والواي بالايه بتوع النقطه ايه الثانيه.
لكن في الحقيقه الموضوع يعني ايه في النظام الاحداثيات شويه في الجي اس مختلف شويه وعقد شويه. ليه بقى؟ لانه احنا احنا بنعمل ايه؟ احنا بنفرد سطح الكوره الارضيه، هي مش كوره برضو، هي سطح بس منبعج، يعني بنعمل له افراد على ورق. وهو احنا عندنا الاشكال في نوعين من الاشكال الثلاثيه الابعاد. في عندنا اشكال يمكن افرادها في سطح مسطح ورقه زي المخروط والاسطوانه وكده، واشكال تانية بقى زي الكوره وزي الكوره بتاعت كره القدم والكوره التانية بتاعت الريق اللي هي كره القدم الامريكيه مثلا. فالاشكال دي صعب ان انا افردها في ورقه، فبتطلع النتيجه بتاعت افرادها غريبه شويه، بتطلع سطح ايه زي اللي احنا شايفينه كده على الشمال ده. خلينا اعلم لك عليه كده، زي اللي احنا شايفينه ده سطح برضو ايه تبسيط للايه للافراد يعني. خصوصا كمان انه الافراد ده هو انت مش بتفرد السطح وهي كره منتظمه الشكل، انت بتفرد السطح ده والكره دي فيها تضاريس يعني، فيها جبال ووديان، فمناسبها كمان ما هيش واحده، فانت عايز تفرد الموضوع ده. وبالتالي علماء الرياضه والاحصاء حاولوا يعني اجتهدوا بشكل كبير يعني ان هم يعملوا معادلات لإفراد بتاع سطح الكره الارضيه، والمعادلات دي اختلفت من مكان لمكان يعني لما تشوف، لو شفت انت الموقع، لو عملت زياره كده الموقع ده اللي انا هو اللي انا حاطط الرابط بتاعه من اهو، ده تقدر تحدد منه اي مكان، وهو يقول لك نظام الاحداثيات اللي انت تتابعه ايه. الحقيقه في مثلا اكثر من 60 70 نظام للاحداثيات بتختلف من مكان من موقع لموقع ومن مكان لمكان يعني عندنا مثلا في مصر في ثلاث يعني، في واحد لخليج السويس، واحد لشمال مصر، واحد لجنوب مصر، في ثلاثة ولا حاجة زي كده. فأعتقد خليج السويس ده بيشتغلوا بيه بتوع البترول وكده، هو داخل فيه بقى قاع الخليج ومستوياته وإفراطها والكلام ده. احنا عندنا برضو في مكة نوت في كذا، في السعودية مثلا في كذا نظام، قطر في واحد، الكويت في واحد، وهكذا. فاحنا النظم التحويل اولا الاحداثيات اللي انت بتستخدمها في الجي بي اس كلنا بنستخدمها، سواء على الموبايل ولا على السياره ولا حتى في لو في مركب ولا في حاجه الناس اللي بتطلع البر كمان، هو انت بتلقط اشاره من قمر صناعي او اكثر، تمام، من منظومه، المنظومه دي فيها 24 قمر تقريبا بيغطوا سطح الكره الارضيه بالكامل. هي دي الاقمار اللي هي الاقمار بتاع الاحداثيات المدنيه يعني. العسكريه طبعا في لها، كل دوله عامله لنفسها منظومه يعني للاحداثيات. الاحداثيات اللي احنا بنستخدمها في المجال المدني متحركه يعني، ما هيش في مكانها، وده مقصود طبعا عشان ايه ما بقاش فيها استخدام يعني عسكري او استخدام ارهابي او استخدام كده، لكنه ايه احنا الاستخدامات اللي احنا الدقه والاماكن اللي احنا بنستعملها هي كلها منضبطه، لكن هي مش حقيقيه يعني، فيها شفت فيها كده يعني. المعادلات اللي احنا بنستخدمها كمدنيين تنضبط في المكان اللي انت بتشتغل عليه بشكل او باخر يعني، انما هي ما هيش يعني ما تنفعش تستخدم في استخدام عسكري من الاخر كده، عشان ايه الخص لك الموضوع يعني. لو شفنا ال يبقى احنا لازم البيانات المكانيه بتاعتنا لازم تكون ايه معرفه بنظام احداثيات يتلائم مع المكان اللي احنا بنشتغل عليه ومعادلاته
وبالتالي كل العناصر اللي احنا بنستخدمها تبقى كلها منضبطه وترابطه مكانيا يعني. والا يحصل ايه؟ يحصل انها زي ما هنشوف دلوقتي في التجربه اللي قدامنا دي انها ما تجيش فوق بعضها، ويحتاج ان احنا نعمل لها ايه؟ حاجه بنسميها ركتيفيكيشن او ايه؟ اعاده تحديد مكاني يعني. احنا هنتنقل دلوقتي من الخلفيه النظريه بتاعت الجايس للتطبيق بقى، يعني نخش بشكل اكبر في مجال التطبيق. انا مش عارف برضو مين فينا مع البرنامج بتاع الارك ماب. انا عندي فايل هنا هو 8 ميج، ممكن ابعته على الزوم ولا زي ما حضرتك تحب؟ لو حضرتك حابب تبعته على الزوم او حضرتك تبعته لي وانا اشيره مع الناس تحت امرك ان شاء الله. طيب خلاص ممتاز. انا عندي ارك جي اس برو، ينفع ولا لازم ارك جي اس؟ عندي الارك جي اس برو. برو اللي هو اللي اسمه برو. لا برو شويه مش هيشتغل معانا. طب خلاص انا نزل ارك جي اس. حاضر. طيب ماشي شكرا. تمام، ده الفايل كده في مش عارف وصل ولا ايه. انا دلوقتي هروح اعمل ايه؟ جوجل ايرث. هشتغل جوجل ايرث. دي مكة. كويس، انت هتقدر تاخد اي مكان يعني. انا هجرب دلوقتي معاك ان انا هروح مثلا على مدينة جدة التاريخية، دي المنطقة التاريخية بتاعت مدينة جدة. كويس، وهروح اعمل كده. مش عارف الصورة واضحة ولا الصورة واضحة عندنا. تمام، هروح انا دلوقتي انا عايز اعمل اخد خريطة دي استخدمها في الجايس. هروح اعمل ايه؟ هروح اقول له انا عايز اطبع. تمام، ومن الخريطة عناصر الخريطة حلغي الحاجات بتاعتها كلها، خلي الخريطة كلها واضحة كده اي مكان يعني. انا قلت كده مثلا، وعايز الجودة عالية. تمام، واقول له ايه؟ طبع. خليني قبل ما اعمل كده، معلش، خليني قبل ما اعمل طباعة اعمل ايه؟ هروح اضيف مضلع. كويس، اي مضلع هقول له كده مثلا كده. مثلا كده. تمام، واخلي المضلع ده هقول له انا ده بدون لون، او الشفافيه بتاع ده خليها صفر، والسمك ده ازيده شويه عشان يبقى واضح ليا. تمام، وحط بعضين واقول له انا عايز اطبعها بدي اف. نسميها ايه؟ هيستوريكشن.
دلوقتي عملنا ايه بقى؟ احنا دلوقتي خزننا صوره او بيانات، تمام؟ ماهيش مكانيه دلوقتي، لان يعني هو دلوقتي انا حولتها لبي دي اف، وانا هرجع احولها تاني جي بي جي ولا تيف ولا اي حاجه، فهي ايه؟ هتفقد ايه؟ صفاتها المكانيه. مش الجهاز بتاعي عجوز شويه؟ تمام. اتكونت عندي ايه؟ صوره هي بي دي اف، ملف بي دي اف هخزنه على انه ايه؟ بتاع ده جي بي جي. لو انت عندك برينتر يعمل لك، او يعني يعني جهازك يقدر يعمل جي بي جي على طول، يبقى كويس. انا هعملها جي بي جي او تف، اي حاجه دي تف، تمام. اراي حاجه بقى، انه شايف انت الـ مش عارف ظاهر على الشاشه بتاعتي ظاهر عندكم؟ اه ظاهره يا دكتور. تمام ممتاز. راي ان كل الـ الشجره بتاعت الملفات بتاعتي ما فيهاش الاسم فوق النوع ده، ما فيهوش حاجه عربي، ما فيهوش حاجه ايه؟ عربي. وكمان البيانات اللي انا ادخلها والملفات والكلام ده ما يكونش فيها سبيس، يعني السبيس انا دايما بعمل ايه؟ بروح حاطط اندرسكور مكانه، لا عربي ولا سبيس ولا ولا حروف خاصه. يعني الحروف الخاصه، الحرف الخاص الوحيد اللي هو الايه؟ الاندر سكور. فتلاقي ان احنا دايما ايه؟ بنحاول على قد ما نقدر ما نحطش. لو حصل لك ايرور او مشكله وانت شغال، اول حاجه تدور عليها هي دي. طيب دلوقتي انا خزنت البيانات دي او الصوره دي في بي دي اف، وبعدين حولتها ايه؟ جي بي جي او تيف او كده. لو انا هاجي ادخلها بقى في البرنامج بتاع الارك ماب ده، شوف الاول الجي اس عامل ازاي. ارك ماب، اولا بص كده معايا، لما انزل انا الجي اس هو مجموعه من برامج متعدده، كويس؟ مجموعه من برامج متعدده اللي احنا هنجرب فيهم النهارده الدوره بتاعتنا دي، هم الارك ماب والارك كاتالوج والارك تول بوكس، تمام؟ هنشوف الاول الارك ماب. الباقي ده لازم انت تكون عندك، لازم تكون شغال على انتربرايز، يعني حاجه كبيره عشان تقدر تستفاد بالكلام. ومعظمها في حاجات كتير خدمات بتاخدها من الشركه، خدمات مدفوعه يعني. طيب احنا دلوقتي بنحمل او بنشغل برنامج بتاع الارك ماب. الحقيقه انا عندي الملفات نوعين، ملف بتاع الداتابيز وملف بتاع الماب اللي هو بقدر اعمل منه فيجواليزيشن، اقدر اشوف منه الايه؟ البيانات اللي انا خزنتها، تمام؟ احنا هنطلع عليهم دلوقتي نشوف ايه اللي ايه البرامج اللي بتخلينا نقدر ايه نشوف النوعين نوعيتين دول من الـ من الـ من الملفات. هقفل البي دي اف دلوقتي خلاص. هبدا ملف جديد خالص اهو. لو بصينا كده على البرنامج بتاع الارك ماب ده، هو الحقيقه الثلاث برامج اللي احنا هنشتغل عليهم هم دول، ارك تول بوكس، تمام، وارك ماب، وارك كاتالوج اللي هو هذا ده الارك كاتالوج. انا ممكن استدعيهم من المنيوز من هنا او من داخل الايه؟ الارك ماب ده. خلينا نشوف الاول الارك كاتالوج ده. الارك ده كاتالوج ده زي المستكشف بتاع الويندوز، زي الاكسبلورر، ويندوز اكسبلورر، بس الفرق بس ان هو ايه؟ بيستعرض داتا، يعني دي مثلا داتا بيز دي، وان هو جواها بوليجونز. لو انا عايز مش ظاهر عندي الفولدر، عايز اروح لفولدر معين
فبروح على الاداه اللي هنا اللي عليها علامه ايه كونكت تو فولدر، تمام، واختار الفولدر اللي انا ايه اللي انا عايز اشتغل عليه، تمام. لو افترضنا ان انا مثلا عايز اشبك على الفولدر ده، كويس، خلاص هلاقي الفولدر ايه يتواجد هنا، هو ده الفولدر اهو، واقدر استكشف بقى الايه الملفات اللي جواه، كويس. وادي الايه الكورس فايلز اهي اللي احنا ايه اللي انا الملف اللي انا بعته، وادي الداتابيز اللي احنا السامبل داتابيز، اقدر اشوف البيانات اللي ايه اللي تحمل للاسف الملفات اللي تحمل بيانات اقدر اتعامل معاها. ده بنسميه ايه الارك كاتالوج، الارك كاتالوج. هنا هو كمان ده الارك تول بوكس، ده من البرامج اللي هي ايه اللي برضو ايه المفيده جدا، يعني ده بيعمل عمليات كتير جدا، من اهمها طبعا طبعا داتا مانجمنت تولز، ادوات كتير جدا للايه للتعامل مع قواعد البيانات. في عندنا الكونفرجن تولز اللي هي الايه ادوات التحويل من اكسل من جي كي ام ال من بي دي اف زي ما انت عايز ايه تقدر ايه تحول من والى، يعني ممكن حاجه جوه الداتا بيز تخرجها عشان تستعملها في ايه، يعني مثلا عندك رسم عايز تطلعه وتحطه في الايه في جوجل ايرث مثلا، بمناسبه جوجل ايرث احنا عملنا المربع المضلع الخارجي ده، تمام، اللي بيحيط بالايه بالمنطقه التاريخيه عشان اخد منه الاحداثيات. ازاي اخد الاحداثيات بقى؟ جوجل ايرث هنا لما اضغط عليه كده اقول له ايه حفظ المكان، حفظ الايه او ايه سيف ايه اللوكيشن، فده هقول له مثلا اسميه في عنده نوعين كي ام ال وكي ام زي، اي واحد فيهم الاثنين يشتغلوا. اعتقد كي ام زي بيديك الاحداثات اكس واي بس. لو قلنا ان احنا ايه قلنا اتش اي اس صح جد اندرسكور جد، تمام، يبقى انا كده ايه عندي ملفين لنفس الايه للصوره، ملف صوره تف حولناها بي دي اف لتف، وعندي ملف للمضلع ده بس. طيب خلينا نروح كده على الايه على الارك ماب، على الارك ماب تاني. انا عندي قلنا في اللي هم السيرك من الاتريبس، قلنا الارك كاتالوج، تمام، الارك كاتالوج والايه سوري معلش الارك كاتالوج، وعندي الايه الارك تول بوكس. حلو، يعني ده بقى اللي هو الارك ماب اللي هو البرنامج اللي انا اقدر ايه اخزن منه اعين منه البيانات، تمام، واعدلها وسيفها لقاعده البيانات وانقلها من قاعده بيانات لقاعده بيانات وهكذا. يعني البرنامج البيز بتاع المنظومه كلها هو الايه الارك ماب. طيب نشوف هنعمل ايه في الارك ماب. هروح هنا على ايه على علامه اد. خد بالك بقى انت هنا لو جيت ضغطت هنا في الفاضي ده دي كل شرائط الادوات، دي ايه كل شرائط الادوات. لو انت ما عندكش شريط من الشرائط تقدر ايه باللي انا بستعملها تقدر حالتك ايه تضيفه. الشريط ده اسمه ايه ستاندرد، الشريط ده اسمه ايه ستاندرد. هضغط على العلامه الزائد هنا، كويس، اقول له انا عايز اضيف ايه حاجه. ايه بقى الحاجه اللي انا عايز اضيفها؟ احنا طلعنا فايل اسمه تيف امتداده تيف والايه اسمه هيستوريكال جدا، هقول له اد. بيقول لي ايه الراستر داتا سورس داز نوت هاف ايه بيراميدز. البيراميدز دي هي طريقه حسابيه عشان تسهل استعراض الايه البيانات علينا. هقول له ايه يس، انه ايه يعمل ايه يعمل لها بيراميدز، يقوم تبقى ايه اعمل زوم ان وزوم اوت بشكل ايه اسهل، كويس قوي. نزلت لي الايه الخريطه الصوره الفضائيه اللي انا جبتها ايه من جوجل، كويس، دقتها لا باس بها يعني، تمام. طيب دلوقتي هل دي احداثياتها في مكانها مظبوط؟ مش عارف. طب هعرف ازاي بقى؟ هقول لك انا دلوقتي. هروح اعمل اضافه كمان. قبل ما اعمل اضافه الاول اروح اعمل ايه بقى؟ هروح الكونفرشن دي اقول له كونفرت كي ام ال تو ايه؟ تو لاير. ماشي، واروح اختار من هنا الايه الملف احنا سميناه كي ام زي مش كده ده، واقول له ده
ماشي. هيخزنه فين؟ هيخزنه في الاونر دوكيومنتس؟ لا انا مش عايز في المكان ده، انا عايز اخزنه في الايه، في الفولدر بتاعي. اقف كده واختار الايه، المجلد بتاعي. لو المجلدات مش ظاهره بعمل ايه؟ بعمل اد للايه، للمجلد من ايه، من لا من ان انا اشبكه مع إيه؟ قاعده البيانات بتاعتي. شوف كده هيحصل ايه، حولنا الكي ام ال للير، للجي اي اس لير. كويس، انتظر كده لما يخلص بيديني رساله عليها علامه صح بالاخضر او علامه كروس احمر. كروس احمر دي معناها حصل ايرور، صح بالاخضر معناه ان هو ايه، ان هو حول المضله. طيب ايوه، ضافها لي هنا، بقى عندني مضله هنا. لو انا عملت كده زوم عليه بقى موجود هنا، بس فين بقى؟ مش باين. هقول لك انا بقى مش باين، ده سيمبل اي دي وايه، واللير بتاعته اسمها زيرو. انا عايز اغير الاوت لاين ده، اللون بتاع الاوت لاين هخليه احمر. ممكن ازيد سمكه لو انا عايز. ادي المضلع اللي انا عملته ده، مضلع اسف. هقول له زوم تو لاير، هتقعد ماوس يمين واقول له زوم تو لاير، يقوم ايه يجيبه لي. طب والصوره الفضائيه فين؟ الصوره الفضائيه مش مكانها لسه، الصوره الفضائيه هنا. طيب انا عايز بقى ادي الصوره دي احداثيات مكانيه، احطها في مكانها. يقوم ايه، يجي دور المضلع اللي انا ايه، اللي انا عملته هنا. شوف بقى هعمل ايه، هروح على في شريط ادوات اسمه اللي هو ده، اسمه جيو ريفرنسنج. جيو ريفرنسنج، اختار اللير اللي انا عايز اعمل لها جيو ريفرنس، اللي عايز احركها، واروح ادوس على الايه، اد كنترول بوينتس ده. اروح اعمل كده، وراح رايح هنا اقول له ايه، زون تو لاير. راح مختار الايه، الركن ده، وبعدين ارجع تاني زون تو لاير على الصوره، واختار فوق هنا حتى كده، واعمل زوم على دي، زوم تو لاير. راح ايه، اضغط هنا، شوف جابها ازاي. طيب لسه السكيل مش مظبوط صح، راح عامل ايه، زوم تو لاير تاني هنا، وراح عامل اروح جايب المضلع النقطة من هنا ليه، اللي نقطة المضلع بنت أو فلير تاني. جايب من هنا ركن المضلع ده لركن الايه، المضلع ده. مبقاش مظبوطه ليه؟ طيب لما انا جت النقطه كده مش مظبوطه صح؟ راح عامل ايه بقى؟ بص هنا اهو، شايف انت الشريط بتاع الجيو ريفرنسنج ده، الزرار ده اسمه فيو لينك تيبل، اللي هم الايه؟ الحاجات النقاط اللي انا عملت لها لينك. راح مختار الرابعه دي ومسحها. حلو؟ وراح جايبها تاني، جايب دي يلقط حاجه تانية الظاهر، زي وسائل الاوتوكاد برضه في سناب وبتاع، تقدر تلغي السناب كل حاجه. طيب ده لزوم تاني، ممكن اعمل زوم كده واقول له انا عايز نقطة تانية من هنا كده. طيب لو شلت دي، شلت دي ده
اي حاجه، دي اقرب حاجه انا اقدر ايه، انا اقدر اعمل منها الايه، اظبط منها الخريطه. لما خلص بقول له ان هو ايه ابديت. لما يعمل ابديت بقى ابتدي ايه، المفروض ان هو ايه يظبط لي ال، لا ده في حاجه راحت من فوق صدقني، شوف خليني كده معلش زوم بلاير تاني. انا عايز اجيب النقطه دي هنا، شيل نقطه واحد دي النقطه دي. يا ماشي من هنا كده زوم بلاير، لو زهقوني خالص بشيلهم كلهم وارجع اعمل ايه، وارجع اعمل الموضوع كله إيه مرة ثانية يعني، لو انا لو انا مش يعني مش مريحني. طيب يبقى انا قدرت ان انا اجيب الصورة بتاعت المنطقة التاريخية ديت واعيد تحريكها بحيث ان انا بمعلومية ايه أربع نقاط، ممكن يبقوا خمسة، ممكن يبقوا اثنين، ممكن زي ما أنا عايز يعني، على الأقل ثلاثة أقدر إن أنا إيه أربطها مكانياً بالإيه؟ بالمكان اللي هي إيه؟ اللي هي كانت فيه. طيب لو قلنا إن أنا مثلاً يعني لو قلنا إن أنا أنا جبت دي من جوجل إيرث صح؟ طيب لو قلت إن أنا عندي خريطة أوتوكاد حلو في الملفات اللي أنا بعتها لك فيها الاحداثيات دي موجوده، يعني الرسم نفسه مظبوط احداثياتا يعني. دي بيسميها بيسموها يعني مجازا كده المخططات الفضائيه. المخططات الفضائيه دي عباره عن كاد فايلز للمناطق للمدن والمناطق العمرانيه تمام؟ كوردينيتد، يعني ايه كوردينيتد؟ يعني الاحداث بتاعها يتطابق مع الاحداث بتاع الجي بي اس. يعني مثلا دي خريطه واحده، دي خريطه الجانب من الـ من ال دي خريطه جانب من مدينه جده تمام؟ عليها المباني، جانب من المنطقه التاريخيه يعني. عليها بعض المباني، وبعدين احنا بنعمل ايه بقى لما نيجي نجمع بيانات، ما اعرفش الناس اللي اشتغلوا تخطيط او درسوا تخطيط يعني، بنعمل حاجه اسمها الرفع العمراني. انا هعتبر انه انا مش عارف برضه خلفيه اللي موجودين معانا في الكورس ايه، وبالتالي فانا هعتبر ان هو ايه يعني ما عندوش خلفيه قوي يعني. الرفع العمراني ده بيحصل ايه بقى؟ بنعمل جداول فاضيه زي كده زي كده حلو، وبعدين بنزل الموقع بالجدول ده فاضي مطبوع فاضي حلو، وابتدي ادي ايه؟ ادي المبنى او المبنى ادي له كود، اي كود بقى 1 2 3 4 20 اي 3 20 اي 4 يا زلمه ايا كان يعني تمام. عاده الكود ده بيبقى ايه يعني دايما، مثلا احنا مثلا 10 افراد، فكل واحد فينا ياخد ايه منطقه بنقسمها على 10، فهتلاقي مثلا ايه انه الاي 3 ده دي الجروب الاولاني اللي هو جمع البيانات دي، فيبتدي بقى ياخد اي 3 1 اي 3 2 اي 3 3 وهكذا، يجمع ايه يعرف المباني يعني، وبعدين يقف قدام المبنى ده ياخد ايه البيانات دي. طبعا البيانات تختلف بقى حسب طبيعه الايه الشغل اللي انت عايز تعمله بيه يعني. هنا مثلا ايه استخدام الدور الارضي، استخدام الدور الاول، استخدام الدور المتكرر، عدد الادوار، ارتفاع المبنى، حاله المبنى، نوع الانشاء بتاع المبنى،
الستايل النمط المعماري بتاع المبنى اذا كان هو مبنى. طبعا احنا بنتكلم عن منطقه تاريخيه ففي بعض المباني تاريخيه وبعضها ايه ما هوش تاريخي وبعضها بيبقى مثلا تاريخي وحالته سيئه عايز ترميمه عايز كده. فاحنا ايه بنحاول نميز الايه الاشياء دي وابتدي اعمل اجمع البيانات دي يا اما على تابلت او على ايه او في ورقه. واما اروح المكتب بقى ايه ابتدي اعمل ادراج للايه للبيانات دي بحيث انه كل رقم هنا بنسميه ايه البيلدينج اي دي او الايه الرقم الكود بتاع المبنى يعني او اسم المبنى. الاسم ده مفترض ان هو ما فيهوش فراغات. الاسم ده ما يتكررش يونيك لكل مبنى على كامل الايه قاعده البيانات. يعني الاسم اللي هنا ده هيبقى ايه غير مكرر يعني. طيب وبدا الخريطه احط الايه الارقام دي كمان جوه الاوتوكاد تمام. ده بنسميه ايه التكويد بتاع بتاع البيانات. انا المباني اديتها ارقام تمام على المضلع ده صار له ايه. خد بالك بقى هنا هو شايف المضلعات دي ده ما هوش مضلع ده ايه مضلع ايه مفتوح كده. الجيس عشان اتعامل مع البيانات اللي هنا لازم احول دي لايه لمضلعات مغلقه. مضلعات مغلقه. طب انا اعمل الحكايه دي ازاي؟ هقول لك حالا. بص كده انا هروح على اللاير البني دي واطفي التكست تمام وهروح اعمل ايه اوردر اوتلاين امر اسمه ايه بيك بوينتس اوكي وراح ايه ضغط كده المفروض ان هي الخرائط الفضائيه بتبقى ايه معمول لها هي اصلا بتبقى موجوده بكل لاين بس انا ايه حبيت ان انا اديكم النسخه دي عشان نعمل الاكسرسايز بتاع ايه ان احنا نحول الرسم لكل لاين. شيء دقيق يعني لو الخريطه كبيره حاول تعمل زوم وانت بتعمل البولي لاين ده عشان ايه ما ياخدش منك وقت لان هو الاوتوكاد بيعمل ايه بقى بيعمل كالكوليشن للحيز اللي في الديسبلاي يعني ايه يعني اللي ظاهر عند الشاشه بتاعتك بس هو ده اللي ايه اللي البرنامج بيعمل له كالكوليشنز. طبعا انا يعني عندي هاتش عندي كونتورز عندي اي حاجه من دي بعمل لها ايه بطفي اللايرز بتاعتها بحيث ان انا يبقى عندي فقط الايه الحدود المباني. لو انا عايز اعمل الارصفه برضو بعمل ايه مضلعات الارصفه برضو بعمل نفس الايه القصه بطفي اللير بتاعت المباني واعدي على تمام كده. طيب شوف انا عندي دول لسه باينين لسه ايه ما اتعملوش بطفي بقى اللير اللي هي دي او يعني مش خليهم كلهم كده هروح مسيبها بس احاول دايما ان انا وانا مسيب سيف از لما احفظ بقى دي اسيبها باوتوكاد ايه نسخه اوتوكاد قديمه شويه عشان ايه تمشي مع الجي اس اسهل يعني. طبعا خد بالك انه هنا انت عندك دي دبليو جي ودي اكس اف بفيرجنز مختلفه كل نسخه البيانات طريقه ترتيب البيانات جوه الملف مختلفه عن الثانيه وبالتالي انا ايه نسخه الجي اس تقرا الصيغ بتاعه الاوتوكاد النسخ الاقدم منها فانا مش عارف اللي عندي ايه فانا هعمل ايه هعمل كده هسيبهم بقى ايه بالشكل ده. طيب اما اروح بقى للجي اس احنا لسه ما عملناش حاجه في التيبل بتاع الاكسل ده دي البيانات قلنا بقى ايه هنا الكود بتاع الايه
البيانات بتاع المباني، ودي البيانات الوصفيه كل واحده من دول بيانات واحد من المباني. قد تزيد بقى قد تقل حسب انا ايه نوع الاستخدام اللي انا بستعمل بيه البيانات ديت. يبقى انا عندي البيانات بتاعتي ابسط صورها في صوره اكسل. لو تاخد بالك بقى انه الاكسل ده الاسامي دي ما فيهاش سبيس خالص، شايف ما فيهاش سبيس، وعدد الحروف كمان يستحسن ان يكون اقل من ايه من 12 او 18 حاجه زي كده، في رقم بعينها بيطير الايه الحروف الزياده لما تيجي تحولها. ليه انا هحول ده الفايل ده من اكسل، من اكسل تيبل لحوله لايه لداتابيز تيبل، لداتابيز تيبل. الحقيقه في مشكله في بتاع مايكروسوفت ان هو لا الاكسل بيتعامل مع الداتابيز، فانت ممكن تستعمل ايه بقى يعني هو هنا هو مفيش اكسبورت، مفيش اكسبورت للداتابيز يعني حتى الداتا هنا هو النسخه اللي هي دي اعتقد نسخه 365 ولا حاجه زي كده اسمها دي ما فيهاش اكسبورت. فانا في كذا طريقه الحقيقه، في ممكن افك اشغل اكسس يعني لو انا سيفت ده كده وشغلت برنامج اكسس اللي هو بتاع قواعد البيانات احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ البيانات الوصفيه بجهزها والبيانات المكانيه اللي هي بتاعت الاوتوكاد جهزتها حلو؟ والخريطه او المصور الفضائي برضو ايه جهزته. تبتدي تشوف بقى ايه ان انا ادخل الكلام المعلومات دي ازاي. دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل هقول له داتا داتا بيز تول او كرييت، وانا مش عارف هو عملنا داتا ولا انا ما خدتش بالي احنا واحنا بنفك ال نقول فايل نيو احسن. ماشي تاني ماشي اكسس وهقول له بلانك داتابيز تمام. ومن هنا بقى اقدر اقول له ايه ان انا عايز اجيب ايه امبورت اهو فايل اكسل واقول له الفايل ده موجود في الملفات اللي انا ايه النسخه اللي انا بعتها على المهندس يا عمر معرفش اتمنى ان اكون وصلت للناس يعني. هنا في الكورس فايل ستيت هاخد ايه ده مثلا اول واحد. وبعدين اقول له دي هنا بقول ايه امبورت ايه ذا سورس داتا انتو ايه نيو تيبل ده الجديد. وبعدين هقول له ايه ال بيسالني بقى هنا بيقول لي ايه يور سبريد شيت او اكسل تيبل يعني تمام فايل كونتينز مور ذان وان ورك شيت في اكتر من واحده انت عايز مين فيهم؟ انا عايز المباني. هتلاقي في الشوارع وفي يعني ايه في كذا حاجه ايه متعرفه يعني في بياناتها يعني. معلش يا دكتور ايوه حبيبي معلش انا اسف يا دكتور الملفات لسه ما وصلتش الملفات ما وصلتش؟ اوكي سوري طب استنى كده ابعتها على 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 الزوم احسن يمكن تمام ماشي يا دكتور في الشات متهيألي مش كده؟ ايوه في الشات في اللي هو الثلاث نقط دول مور أيوة. وبعد لا جنب جنب العلامه الواجهه ديت في بختار يور كمبيوتر ونحمل الحاجه
ده الكنترول ده فين ال في الشات ولا في الشير؟ شات في الشات. اه في الشات، ممتاز. تهيألي اتبعت كده للناس. اه ظهر اهوت. اه دكتور تمام، معلش انا اسف، انا فكرت ان الملف وصل يعني، سامحوني. طيب ارجع تاني خطوة ولا حاجة؟ لا تمام يا دكتور، ما حضرتك ان شاء الله. طيب ممتاز. طيب انا دلوقتي بنقول ايه، انا بروح على الاكسل على الفايل اللي انا اخترته، فبقول له اكسبورت داتا وذ فورماتنج اند لاي اوت، ماشي زي ما عملت. اوكي اسف، نيو سورس فايل فروم اكسل، وبقول له الفولدر الفايل ده، هختار الفايل اوبن. اوكي فعم بيسألني بقى، بيقول لي ده كان في كذا، في كذا فايل هنا اهو، في كذا شيت اسف، فهيختار الشيت الاول اللي اختار اللي هو البيلدنج، اقول له نيكست. وبعدين بيسألني بقى، بيقول لي السطر الاولاني ده الرؤوس الاعمده ولا دول داتا برضو، فانا اقول له لا دي رؤوس الاعمده، خلاص نخرجهم من الايه، من البيانات، اقول له نيكست. وبعدين بيسألني برضو اتنين اهو، بيقول لي الكي بقى المفتاح اللي انا لو عايز اربط الخريطه دي باي حاجه تانية، خريطه تانية اسف، اربط التيبل ده باي تيبل تاني او اي قاعده بيانات تانية، الكي فين؟ اقول له هو ده، او ان هو يفترض لي بقى كي، يعمل لي يعمل جنريشن لكي هو يدي فور. فانا هختار اللي هو اول عمود ده اللي هو البيلدنج اي دي، تمام، ونوعه شورت تكست. ممكن كمان ان انا اختار الانواع الثانيه، يعني مثلا فلور نمبر ده مش تكست، فانا هقول له ايه انه ده انتجر اللي هو ايه رقم، عشان اقدر اعمل بيه حسابات. البيلدنج هايت هقول له برده ايه انتجر، تمام، ارتفاع المبنى. لانه ممكن هو يعني ممكن يبقى عندي ارقام بس انا ما بدخلهاش في حسابات، يعني ايه نفترض يعني مثلا ان انا وانا بعمل بجمع البيانات جيت على حاله المبنى، انا قلت ايه الجيد قوي الممتاز يعني اديله واحد او اديله 10 والسيء اديله صفر، فكل مبنى حسب حالته كده اقف قدام منه وايه واقيمه، ده 7 من 10، ده 6 من 10، 8 من 10. 7 و6 و8 انا مش هجمعها واطرحها ولا هعمل بيها حاجه، انا هحولها بعد كده لايه؟ للستيتس او للكونديشن او الحاله بتاعت المبنى. لكن انا عدد الادوار هحتاج ان انا ايه ممكن اجمعه اضربه، ارتفاع المبنى ممكن ايه عايزه رقم يعني، كويس. فدي الايه دي العمودين اللي هم ايه الباقيين تكست، خلاص تكست تكست ماشي، اقول له نكست. طيب بيقول لي بقى ليت اكسس اد برايمري كي، يعني خلي هو يحط لي مفتاح يونيك لكل سطر من السطور دي، ولا لا اقول له لا انا عايز انا في واحد بتاعي انا اختاره باي عمود انا اختاره في اي مكان، اقول له ان هو ده الايه العمود الايه اللي فيه الكي بتاع المبنى، انا عايز نفس ده الرقم ده عشان لما اعمل خريطه في الجي اس هحط فيها نفس الارقام دي واربطهم بمعلومات الرقم، يعني البيانات دي هربطها مع الايه كل سطر مع ايه سطر يوازيه من الايه من الخريطه. حاولوا نكست. وبعدين بيقول لي ايه الخريطه دي هسميها ايه المباني، اوكي ماشي. عايز ايه بيقول ايه اندكس برايمري كي كانوت كونتين ا فول نال فاليو، اوكي طيب في بعض الاعمده تمام، كرييت اوت لوك تاسك ماشي سيف مش مشكله. في بعض هنا هو مثلا في هنا بيقول لي ايه في بعض القيم بعض الجداول ما اقدرش يجيبها، ما اقدرش ايه احولها،
في عمود يمكن واحد كويس خلاص مش مشكلة. أنا بالنسبة لي إيه العمود ده حتى ممكن أدخله مانيول يعني أو لو عندي حاجة يعني ده صفر غالبا دي إيه ده صفر وده صفر ودول برضو صفر. أراضي فضاء غالبا يعني كده أراضي إيه فضاء ممكن أضيفهم هنا ممكن أضيفهم في الجي اس جوه الجي اس يعني إيه في كذا طريقة إن أنا إيه أتعامل معاهم. خلاص أنا حولت الإيه الجدول من إن هو إيه يعني ده أعتقد ده دور واحد مش كده لا أكتر ده في تيبيكال فلو هنشوفه دلوقتي في الإكس الإيه ونحاول نعدل عليه. شوف دول بقى هنا دول اللي هو بيتكلم عليهم إن هو مش عارف يجيبهم بس خليهم هنخليهم في الجدول دلوقتي وما نروح الجي اس احنا نقدر نعدل في البيانات ونعدل في الخريطة ونعمل كل اللي في نفسنا. الخطوة اللي بعد دي بقى عشان اودي ده من اكسس من الصيغة بتاعت اكسس دلوقتي ده في ملف اكسس جواه كذا تيبل انا عايز اودي التيبل ده بس اوديه ايه ادخله في قاعدة البيانات الجغرافية بعمل ايه بقى بعمل اكسبورت داتا اكسترنال اكسبورت هنا ده الامبورت اهو وادي الاكسبورت هنا بعمل اكسبورت تيبل ده او انا اضغط يمين كده اقول له اكسبورت التيبل ده صيغه ايه بقى حاجه اسمها دي بيز او داتا بيز فايل. داتا بيز فايل دي اول ما اخترع الداتا بيز شركه كان اسمها بورلاند اخترعوا ما هو ايه يعرف الان بايه بقواعد البيانات وثلاثهم مايكروسوفت ومايكروسوفت ايه ابتدوا يستخدموا الايه الاكستنشن بتاعهم وكان الاكستنشن بتاعهم ده هو ده يعني في كان دي بيز 1 ودي بيز 2 ودي بيز 3 وهكذا و وشوف هنا مثلا دول الايه دي بيز 5 ودي بيز 3 ودي بيز 4 الموست كومن يعني الجي اس اللي كان بيستخدمه اللي هو الايه دي بيز 4. فانا هحول من هنا كده اسميه ايه بيلدنج دي بي اف والامتداد بتاعه الفورمات بتاع البيانات اللي جوه التيبل بصيغه دي بيز 4 اقول اوكي خلاص بلس خلاص انا كده ايه مش عايز الاكسس ده في حاجه تمام اقفل واروح ادور بقى على الفايلز بتاعتي ادي بقى ادي دي بي اف اهو اتعمل تمام اللي هو الجدول بتاع الايه بتاع اللي فيه البيانات الوصفيه اللي هو كان اكسل اللي هو كان ده حولته لايه لده والخريطه اللي هي كانت هنا دي تمام انا جهزتها كده ايه خريطه هروح على الارك ماب انا لسه ايه زي ما انا ايه عندي المضلع والايه والصوره الفضائيه دي هقول له ايه انا عايز اضيف هشوف كده انا اقدر اضيف الاوتوكاد ولا لا هروح جي اس كورس تمام كورس فايلز الملفات بتاعتي هلاقي ان هو ايه شايف الاوتوكاد هقول له طب نزل لي الملف ده شوف نزل ايه بيديني تحذير هنا بيقول لي ايه بقى انه ملف الاوتوكاد ده missing special reference information يعني ايه يفتقد معلومات ايه مكانيه يفتقد لمعلومات ايه مكانيه هنشوف ايه هي المعلومات المكانيه المفتقده هقول له اوكي هلاقي ان هو نزل في مكان تاني لما اقول له زوم تو لير كده هلاقي ان ايه نزلت الايه نزل الاوتوكاد طب نزل ايه منه شوف كده معايا نزل عده عناصر العنصر الاولاني الانوتيشنز اللي هي ايه بقى الانوتيشنز طبعا الانوتيشنز في الاوتوكاد اللي هي الدايمنشنز والتكست والكلام اهي هو هنا قدر يقرا الايه الصيغه دي طيب ايه تاني البوينتس النقاط تمام يبقى انا ايه ادي الانوتيشنز اهي اللير بتاعت الانوتيشنز وايه والنقاط في نقاط ممكن في نقاط او ممكن ما فيش هو جاب الايه النقاط ايه تاني البولي لاينز خلينا نطفيهم كلهم ونولعهم واحد شغلهم واحد واحد بس ادي عندي ادي ايه البولي لاين خد كل البولي لاينز البولي لاينز دي اللي هي اللاينز خطوط يعني كلها ايه هنا هو خطوط نزل لي ايه تاني نزل لي حاجه اسمها كل ده من سوري معلش كل ده من الايه من الملف الاوتوكاد هو ملف الاوتوكاد انا سيفته بصيغه اوتوكاد 2010 تمام وجيت هنا قلت له ايه هات لي قاعده البيانات دي فجاب منها العناصر دي او اللي عرف يقراهم يعني
اللي هو دي المضلعات. كويس، دي ايه المضلعات. وجايبهم برضو في صيغه بيانات، يعني لو انا ابتديت اغير فيهم ممكن اقول له انا الفيلنج او الملو بتاعها مثلا خلينا احط لون اصفر مثلا كده، تمام. يبقى هو ايه، ارى البولي لاينز اللي هي اللي كانوا مفتوحين، وارى الايه المضلعات. طيب ارى ايه تاني بقى؟ ارى حاجه اسمها المالتي باتش. ايه بقى المالتي باتش ده؟ واحد من انواع العناصر اللي بيكونها الاوتوكاد، ها، حاجه اسمها مالتي باتش. مالتي باتش ده زي المضلع بس ممكن يبقى ايه من عده ايه، عده اجزاء. يعني ممكن انا اعمل ايه مضلعين ادمجهم مع بعض، اللي زي اللي اقول لك انا اعرف حاجه ليها ايه، الهاتش السوليد، الفيسز او الاسطح، يعني في بعض انواع العناصر هو ايه بيسميها مالتي باتش، ومن ضمنها البوليجون برضه. فهو ايه متخزنه مرتين، مره على انها، خلينا اغير لك لونها حتى عشان تشوف الفرق بينهم، مش دي دي، ولا دي، مش عارفين فيهم. احنا نطفي. طيب دي ايوه هي غالبا الابيض ده يمكن، او يعني هم جت فاضي يمكن، لكن هو ده النوع، دي العناصر اللي بيجيبها من الـ من الـ من الـ من ملف الاوتوكاد. يعني ده ملف الاوتوكاد اهو، بس الملف ده ما هوش كوردينيتد، لسه هو فيه الاحداثيات مظبوط لكنه ايه لا يتبع نظام احداثي معين. طيب يبقى انا ادي الاوتوكاد اهو، قدرت اشوفه، اقدر اشوف منه البوليجونز، واقدر اشوف منه الايه التكست اللي هو الايه انوتيشنز. كويس، خد بالك الجي اس احنا قلنا بيتعامل مع الايه، مع الفيكتور ومع الراستر. يعني عندنا احنا الاوتوكاد هو برنامج فيكتور بيرسم دوائر واقواس ومضلعات وكده، وفي الوقت نفسه يقدر يتعامل مع الراستر على انك تقدر تجيب خريطه تحطها تحت الرسمه او ترسم فوقها او حاجات زي كده، انما بيتعامل معها على صوره، انها صوره. هنا بقى بيتعامل مع الفيكتور والراستر على انهم بيانات. ده الفرق بين الارك ماب او الجي اس ببرامجه المختلفه والايه والبرنامج الاوتوكاد او كورل درو او ادوبي الستريتور، البرامج اللي بتشتغل ايه مع الـ مع الـ مع الملفات الفيكتور يعني. طيب يبقى انا كده جبت الصوره الفضائيه اهي، كويس، بس مكانها مختلف عن مكان الايه، عن مكان الاوتوكاد. حلو، وعايز اجيب بقى الجدول. انا اقدر ادخل الجدول هنا، كل ده خد بالك انا لسه مش في قاعده بيانات خالص، كل ايه كل ملف انا ايه بجيبه من مكانه، بس ده من مكانه اتفرج عليه جوه الايه جوه الارك ماب ده. هنشوف دلوقتي بعد كده ازاي انا ايه ادمج كل دول مع بعض في قاعده بيانات. يعني يبقى في عندي واحد فايل فيه الجدول وفي الرسمه وفي كل ايه الحاجات اللي انا عايزها يعني. لو انا جيت كده وضفت التيبل، شوف كده التيبل اد تاني فين ال هنا، كويس، في الفولدر ده اقدر اشوف الايه، او في هنا بشوف الملفات اللي ايه البرنامج يقدر يتعامل معاها. هم دول انا عندي هنا هو البيلد دي بي اف ده، هقول له اد. حلو، لو تاخد بالك انا عندي هنا اتغيرت الحكايه. ليه اتغيرت؟ بص كده، كان الاول باين لي لايرز، لكن لما حطيت التيبل اصلا ما هوش في لاير، مش موجود يعني،
التيبل ده موجود هنا، اقدر ان انا اعمل له دبل كليك كده واقدر اشوف الفيلدز بتاعته وانواعها، ها، واقدر اشوف بياناته واعرف السورس بتاعه فين، واقدر ايه اعرف الاكستنشن بتاعه، الامتداد بتاعه. التيبل ده لسه في مكانه، انا بس ايه بستعرضه في الايه، ممكن اقدر استعرض البيانات اللي فيه وهكذا. ممكن كمان اقول له كده رايت كليك واقول له ايه اوبن، فيقوم ايه يوريني التيبل، يوريني ايه التيبل، واقدر اعدل فيه من هنا برضو خد بالك يعني. بس انا ايه شوف هنا كده اقدر اعدل، اقدر اضيف فيلد، اقدر اعدل عليه، ممكن اعدل فيه. تمام، يبقى انا كده جبت وقلب بقى الصفحه الاولانيه بتاعت الليزر للصفحه بتاعت الايه بتاعت مصادر البيانات، مصادر الايه البيانات. في عندي هنا اهو دي البوليجون ده اللي هو اللي انا جبته منين، بتاع الكي ام ال، ها ده شوف كده لو انا قلت له كده زون تو لير، ده بتاع الايه الكي ام ال اللي انا جبته، وده بتاع التف الصوره الفضائيه، وده بتاع الاوتوكاد، وده بتاع الجدول. فهو دلوقتي انا بستعرض الاربع مصادر بتوع البيانات دول، الاوتوكاد والكي ام ال، ها، والصوره الفضائيه والايه والجدول، بستعرضهم. لكن كل واحد في مكانه، كل واحد في الفايل بتاعه، ودي المصادر بتاعتهم اهي، الباث بتاع كل واحد فيهم اهو، هنا واحد اثنين ثلاثه اربعه. المرئي ليا اللي هو الايه اللي في اللايرز دول، هم الثلاثه دول ما عدا الجدول طبعا. الجدول مش ظاهر ليا لانه مش ملوش حاجه محطوطه هنا، ملوش حاجه محطوطه. لكن انا اقدر ممكن هنا مثلا اقول له ايه وريني مثلا الجدول ده، ده الجدول بتاع البيانات اللي جايه من الاوتوكاد. بص كده معايا، جاي من الاوتوكاد ايه بقى؟ الريفرنس نيم، كويس. لو هو ايه في بلوكات ولا في بتاع، انا ده مش محتاج، اروح اعمل كده واقول له ايه لا مش نافع دلوقتي، لسه جوه لانه لسه في ملف الاوتوكاد. اللاين ويت سمك الخط، الاليفيشن اللي هو الارتفاع بتاع الخط، نوع الخط اللاين تايب، اللون بتاع الخط، اللاير، طبقات بتاعت الرسومات. احنا عندنا كان في ايه طبقه عليها بيلدنجز وطبقه زيرو اللي هي دي بيلدنجز دي اعتقد، بعد كده الانتيتي اللي هو في سيركل واحده على لير اسمها بيلدنجز، وبعدين في ده لاين بولي لاين اللي دبليو بولي لاين كلهم، وده الشيب نفسه بوليجونزي بوليجونزي يعني كلوز، ها، وادي الايه الاي دي بتاع كل واحد فيهم. حلو، يبقى دي الايه الطبقه بتاعت الايه خلينا معلش احنا قفلنا ديت تيبل اوف كونتنتس، تاني لما تتقفل مني اقدر اطلعها تاني، بس انا عايز ارجعها زي ما كانت. تمام، يبقى انا ممكن هنا مثلا الانوتيشن برضه اطلع الايه التيبل بتاعها، ادي الايه او نسميها ايه مش التكست يعني، ادي اللاير. خد بالك انا مش محتاج ولا حاجه من دول، ولا واحده من دول انا محتاجها، ولا معلومه من دول. شوف هنا بقى ابتدى يظهر ايه الريفرنس نيم، ها، والتكست نفسه هتلاقيهم تقريبا متطابقين، وده التكست ستايل. هنا ده الستايل A1، ده ستايل A2 وهكذا. ستايل A2 يعني في ايه؟ في اكتر من ستايل للبيانات اللي موجوده. يبقى انا ايه؟ التيبل بتاعتي، معلش انا هقفل ده تاني. وارجع افك الاتريبيوتس تاني. تيبل كونتنتس. يبقى انا البرنامج بتاع الاركي ماب بيقرا الاوتوكاد في صوره بيانات وجداول، ويقدر يعرض لي بقى ايه الجداول دي. لو يعني لو ليتر بقى لما نيجي نخش نحول ده، سوري معلش اسف،
انا عايز اعرض مش الخصائص بقى بتاعت ال السورس ده، انا عايز اعرض التيبل بتاعته هو من الاتريبيوت اللي هيطلع. هقدر بقى ايه لما احول ده لبيانات مكانيه كويس، هيضيف لي اوتوماتيك المساحه والطول الضلع وشويه بيانات هندسيه كمان. لكن حاليا هو ايه، هو دلوقتي انا بستخدم الايه البيانات اللي انا ايه اقدر اقراها من الخارج، وهو ايه لسه اوتوكاد. طيب ده عباره عن ايه؟ التيبل بتاعته هو مضلع واحد اهو، بيانات اهي الشيب لينس الشيب اريا، ها ال 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 البيز بتاعته صفر وصفر وصفر، الالترناتيف مود ولا الالتيتيود مود اسف، ده الاكسترود اللي هو له ارتفاع سمك، ده الفولدر باث المسار بتاعه مكانه، الاسم المضلع، ها الشيب نفسه الشكل بوليجون زي، هتلاقي ان هو تقريبا مرتبط مع الشيب بتاع بتاع الحاجات اللي جايه من الاوتوكاد وهكذا. يبقى انا عندي ايه، عندي مضلع واحد في الايه في العنصر ده. انا ما اعرفش هو ايوه تمام، نرجع تاني للتيبل اوف كونتنتس وهكذا. يعني لو انا جيت هنا هو بصيت على التيف دي، هو بي 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 بيقسمها لايه للبانز بتوعها، لكل لون ها بيحوله ريد جرين ايه بلو. لو هو الفايلات بتاعه لسه الانستغرام داز نوت اكزيست، طيب بيعمل هو بيعمل الفا تشانل، البرنامج نفسه بيعمل الفا تشانل عشان لو انا عايز احلل تعرف المرخات بتاعت الستلايت ايمجز بيبقى فيها زي ما قلنا كده فيها بعض اللايرز الاضافيه، يعني زي ما قلنا في الاكس والواي والزد بياناتهم لكل بكسل، كمان في بعض المصورات الفضائيه زي ما قلنا اللي هي بتعمل ايه بنقدر نعمل بيها تحليل موجي، يعني هي بتلقط الايه الموجات بتاعت الضوء الالترا فايلوت والانفراريد، ودول بقى لهم تحليلات تانية بقى في مجالات يعني مثلا جامعه الزراعه بيقدروا يحللوا منها درجات النضج بتاع النباتات ومواعيد الحصد والكلام ده، وبناء عليها ايه بيقدروا يعملوا دراسات الميه والري والكلام ده. الناس بتشتغل في المعادن والكلام ده بيقدروا يحللوا يعملوا التحليل الطيفي بتاع الموجات اللي التصوير الفضائي ده، ويقدروا يعرفوا تركيزات المعادن فين والكلام ده. ففي لها ايه استخدامات ايه متعدده الداتا اللي بتبقى في الصور الفضائيه. احنا الصور اللي احنا الصوره اللي احنا واخدينها دي ما فيهاش كل ده طبعا، احنا الصوره الفضائيه ده السيمبولوجي بتاع ريد وجرين وبلو، وفي ايه اللي هي الشانل بتاعت الالفا، ونقدر نضيف ونسمي نغير الباندز نحط من الباند 3 ده للالفا ونحول الصوره دي ل حاجه بنسميها ديجيتال موديل. يعني احنا مثلا بنستعمل يعني في العمران بنستعمل حاجه اسمها ديجيتال اليفيشن موديل اللي هو بنحط الارتفاع كشانل اضافيه، والصور الخريطه دي بتبقى عامله زي صور اشعه كده بنسميها الديم او الديجيتال اليفيشن موديل، ودي بعدها نقدر نحلل منها التوبوجرافي والميول واتجاهات سريان الميه، وتقدر تعرف بالظبط لو انت عندك مثلا مناطق بيحصل فيها فيضانات وكده. بالذات بقى لما تدمج اللير دي مع اللير ثانيه بتحط فيها مصفحات الاسفلت والخرسانات، لانه دي بتبقى يعني الارض بتبقى بورس ماتيريال، الاسفلت والخرسانه او بورس ماتيريال يعني طبقه مسميه تمتص الميه، الاسفلت والخرسانه وكده بتبقى نان بورس سيرفيسز يعني، فالميه بتجري عليها بتجري جيران سطحي يعني. فتقدر مع اللير بتاعه تحليل الخامات من الانفرا من التحليل الموجي يعني بتاع الالوان تقدر تعرف الخامات بتاع الاسفلت والاسفلت والخرسانه،
وتقدر تعمل تريننج كمان للبرنامج، يعني تقول له اللون ده اسفلت واللون ده خرسانه، وتفهمه انه الخرسانه مثلا المسميه بتاعتها اعلى شويه من الاسفلت، فممكن خرسانه تستقبل بعض نسبه من الماء اللي تنزل عليها، وهكذا وتشبكهم مع بعض وتقدر تعرف مع الميول الاسطح تقدر تعرف الميه هتتكون فين وهتجري فين، وتقدر تحسب سرعتها وتقدر تحسب حجمها على مدار الوقت. ولو انت عندك داتا مناخيه يعني سنه ورا مثلا ولا حاجه، تقدر تعرف انه السيول، عشان هخرج بره بس هديك فكره بس عن الموضوع، السيول لها دورات، يعني الامطار اللي احنا عاديه اللي احنا بنستقبلها سنويا يعني دي لها دوره، مثلا كل 4-5 سنوات بيجيك مره هيفي رين، في دوره ثانيه كل 10، في دوره كل 50 سنه. عاده المدن بيحسبوا المجاري صرف الامطار على السيول اللي بتيجي كل 50 سنه، لكن في حاجه اعلى بتيجي كل 100 سنه، وفي حاجه اشد بتيجي كل 500 سنه، لكنه اقتصاديا مش مجدي ان انت تعمل كونستراكشنز يعني لكميات ميه تصرفها هتتكرر كل 100 سنه، يعني مش مجديه. لو احنا قلنا ان المباني عمرها الافتراضي يعني ما بين 50 و 100 سنه، فهو كمنشآت يعني مش هتبقى لها جدوى، لكن ممكن السيل ابو 100 سنه تجيك بكره يعني، فاهم؟ لكن هم الناس من الاستاتستكس قدروا يعرفوا انه في دورات للامطار والسيول بتتكرر على ايه؟ على دورات زمنيه مختلفه. ففي خرائط للكلام ده، ما تحط بقى معاها خرائط الماتيريالز وخرائط الميول والكلام ده، تقدر تعرف المناطق اللي هيحصل فيها هتغرق، وحجم الارتفاع ما هيبقى قد ايه، وهي غرقانه وتصرف امتى، يعني لا تقدر تعمل سيناريوز كامله للايه؟ بالذات في المدن اللي فيها توبوجرافي وكده، تقدر تعرف كل انهي سيل اللي هيعمل اثر وهيعمله كل يعني مثلا هيستمر مثلا الاثر بتاعه لمده كام يوم مثلا. ان في النهايه الميه هتمشي هتتبخر او التربه هتمتصها، يعني في النهايه هتتحرك من مكانها يعني. فانت هتفضل غرقان كده لفتره ايه قد ايه، الفتره دي تقدر تعملها استيميشن تقديرات يعني. معلش انا خرجت بره الموضوع، لكنه ايه هو ده تطبيق واحد من التطبيقات المهمه جدا للايه للساتلايت ايمجز يعني. انا مش عايز اكون انا جريت، خصوصا انه انا حاسس انه في بعضنا ما عندوش البرنامج، وفي كتير مننا او كلنا يعني ما خدناش الداتا لسه، فانا ممكن اقف كده واسمع منكم اسئله او تعليقات او كده، يعني اقف ما مكملش عن كده، نكتفي كده النهارده. يبقى احنا المره اللي جايه ان شاء الله هنشوف ازاي بقى ادخل البيانات دي كلها في داتابيز، تمام، وازاي اشبكها. المره اللي جايه هنشوف ان انا ادخل البيانات دي في داتابيز وازاي اشبك البيانات دي مع بعض بحيث انها تبقى منظومه واحده يعني. وبعد كده نشوف بقى ازاي انا اقدر اعدل عليها وازيد عليها، واعدل في النظام الاحداثي بتاعها، واعدل في البيانات الوصفيه بتاعتها، ده المره الجايه ان شاء الله. خلينا نشوف كده وهتمشي الامور ممكنه ازاي، بس انا مش عايز اجري بسرعه عشان يعني انا الجرعه قادرين نستوعبها النهارده لبكره ولا حاجه.